أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيدي ومولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. مخاب الله من لجا اعتصم بكم، أمن من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المسألة الشرعية تتعرض إلى مسألة التقطير، تقطير سواء كان في الأنف أو سواء كان في العين أو سواء كان في الأذن. هل يفطر الصائم أم لا؟ بعد أن قلنا بأن الصيام هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وذهاب الحمرة مع النية، وقد قلنا البارحة أن النية يجمع العلماء على أن تقول من هذه الليلة، والحمد لله تقريبا اتضح الأمر وأنه من شهر رمضان المبارك، تقول أصوم غدا لوجوبه. طبعا شهر رمضان ماكو يقولون لا يزاحمه واجب، شهر رمضان لا يزاحمه واجب، ولهذا لا يقع في شهر رمضان إلا صيام شهر رمضان، فتقول أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله تعالى. طبعا الشيخ حسين رحمة الله عليه أكد على الجانب الوجوب، بقية العلماء رحم الله الماضين وأيد الله الباقين يقول لك لا، أصوم غدا من شهر رمضان، حتى لو ما تقول من شهر رمضان، غدا معروف الصيام في شهر رمضان قربة إلى الله تعالى، لو ضممت إليها لوجوبه على رأي بقية العلماء لا مانع من ذلك. المفطرات أولها تعمد الأكل والشرب،
يعني من أكل عمدا تعمدا، من أكل من شرب تعمدا يبطل صوم، سواء كان من الموضع المعتاد، موضع المعتاد للأكل الفم، للشرب الفم. لو أن الماء وصل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذه المسألة مسألة التقطير، تقطير الأنف فيها جانبان، تارة يصل الماء إلى الحلق وتارة لا يصل، القطور أو القطرة تارة تصل إلى الحلق وتارة لا تصل، فإن لم تصل إلى الحلق فإن الصيام صحيح، وإن وصلت إلى الحلق فإن الصيام باطل. هذا بالنسبة إلى التقطير في الأكل. أما بالنسبة إلى قطرة العين وقطرة الأذن، يقول علماؤنا لو وصل القطرة إلى الحلق أو اللون أحيانا قد يصل أو الطعم أحيانا قد يصل فإنه لا مانع من ذلك، يعني الصوم صحيح. الفرع الثالث ما يتعلق بالإبرة، الإبرة سواء كان في العضلة أو سواء كانت في العرق، يعني هذا شيء راجع إلى الأطباء، بس العلماء يقولون عضلة وعرق، فإنه لا يضر بالصوم. هذه مسألتنا الشرعية لهذه الليلة. بعد ذلك ندخل في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سنتعرض إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى بناء الإنسان، أو سميه بوسائل الردع. وسائل الردع ما هي؟ أربعة: العلم، إذا صار الإنسان عالم يردعه عن ارتكاب بعض الأمور. اثنين: القانون، القانون يعتبر من وسائل الردع. الخوف من القانون يجعل الإنسان لا يفعل ماذا؟ المخالفات. الوسيلة الثالثة وسيلة التقاليد الاجتماعية، القيود الاجتماعية، خوفا من مجتمعي لا أعمل ما يخالف مجتمعي مثلا. الوسيلة الرابعة هي وسيلة الدين. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا ذكر الله ذلك؟ ما الغاية منه؟ وما هو وجه الشبه بين صيامنا وصيام الأمم السابقة؟ الجهة الثالثة من حديثنا تقسيم الصوم، تقسيم شرعي، وعدنا تقسيم عرفاني أخلاقي سنتعرض له بما يتسع له المقام. أما الجهة الأولى وسائل الردع بالنسبة للإنسان لتهذيب الإنسان ما هي؟ أولها العلم. العلم يعتبر أحد الوسائل التي تهذب الإنسان وتهذب طباعه. لكن سؤالنا: هل يكفي العلم وحده؟ العالم الآن يعيش حالة التطور العلمي، سميه التطور التكنولوجي. الحضارة الآن جاية تتقدم، لكن هل أن العلم هذب الطباع أو لا؟ أنت ترى الآن في العالم يمينا وشمالا يقتل الإنسان بسبب أو بغير سبب. إنما الذي يجعل الإنسان ينطلق لقتل أخيه الإنسان شنو؟ جملة غرائز من جملتها الطمع، غريزة الطمع. فلهذا شوف أينما تحل المصلحة، أينما تحل المصالح، تجد أن الإنسان يقتل في سبيل المصلحة المادية. إذن العلم لن يكون رادعا
أساسيا في تهذيب الإنسان وردعه عن القيام بالمخالفات. وهذا التاريخ أمامنا، العلم موجود منذ أن كان العلم، صحيح العلم يوضح الطريق، لكنه مع الأسف المصالح الشخصية أحيانا تتغلب، فلهذا ترى مثلا يقتل الإنسان في كل مكان، في كل مكان. أولئك الذين ينادون بالسلام، السلام الذي يوافق مصالحهم. يعني أنت قد تجد في يوم من الأيام أن جائزة نوبل تعطى لمناحيم بيجا مثلا. من هو مناحيم بيجا؟ يهودي إرهابي صهيوني. المصلحة اقتضت أن يعطى جائزة نوبل، لا أكثر ولا أقل. مصلحة، المصلحة التي تحكم العالم اقتضت أن يعطى، وإلا هذا أصلا لا يؤمن بالسلام. إذن العلم بوحده ما يهذب، ولهذا العلم صنع للإنسان أنيابا. الأول كان الإنسان يستخدم أنياب، سيف ورمح وكذا، ها هالأسلحة البدائية. الآن بدأ العلم يعطي الإنسان أنيابا نووية وأنيابا كذا، ها تهلك الحرث والنسل، ويبقى آثارها إلى الأجيال الآتية. يعني مو بس الجيل الحالي هو الذي ها يتلوى ويتجرع ماذا المصائب من هذه الأسلحة. من وين هذه؟ جت من العلم. فإذا العلم سلاح ذو حدين، تستطيع وسيلة، تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة في ماذا؟ في تقتيل الناس، وفي ماذا؟ وفي إهلاك الحرث والنسل، وتستطيع أن تستخدمها في ماذا؟ في نشر الخيرات والبركات في العالم. إذن العلم وحده يكفي. الرادع الثاني الخوف من القانون. قانون يعتبر أحد الضوابط التي تضبط سلوك الفرد والمجتمع، لكن لو لاحظنا بعين البصيرة، احنا نشوف احنا كثير من عندنا تشوفه يخاف من القانون ما دام يشوف قدامه رجل القانون. حتى في قضايا المرور احيانا تلاحظ بعضهم المستهترين، طبعا شوفه مثلا في نصف الليل ماكو احد، اشارة حمراء يخترق الاشارة الحمراء، لكن لما يشوف قدامه ها رجل مرور، شوف امامه سيارة مرور، شوف يتقيد. فإذا في الواقع ضابط القانون ما دام القانون ينظر إليك يراقبك، أنت تلاحق القانون. إذا ما أصبح ضابط يضبط ماذا؟ حركات الإنسان ويهذب الإنسان. التقاليد الاجتماعية. الرادع الثالث الضوابط الاجتماعية. يعني أنا حالة الجيرة، شوف الآن أكو بعضهم مثلا، لا سمح الله إن شاء الله ماكو عندنا من هالحكي، شوفه مثلا في محيطه ما دام هو في قرية في مدينة بين جيرانه بين أهله ما يرتكب المحرم، لكن لما يسافر إلى منطقة ثانية ناحية ما حد يراقبه، ماكو رقابة اجتماعية، شوفه يرتكب ما حرم الله. إذا ما أصبحت الضوابط والتقاليد الاجتماعية ما أصبحت رادعة للإنسان، إذن لا العلم يردع ولا القانون يردع ولا الضوابط الاجتماعية تردع. إذن ما هو الرادع الحقيقي أيها المؤمن؟ الرادع الحقيقي هو الدين، خوف الله، مراقبة الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ها؟ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هي الرقابة الذاتية الإلهية. ولهذا رقابة الدين، ضابط الدين هو الذي يضبط السلوك في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. إذا خلا بينه وبين نفسه يعتقد أن عليه رقيب وهو الله سبحانه وتعالى، يلاحظ أعماله وحركاته وأفعاله وأقواله، ولهذا يهذب الدين الطباع.
شوف هذا الإنسان الله أكبر، بعضهم تشوف عندهم في نهم الأكل ما يقدر يصبر ساعة عن الأكل، لكن لما يجي شهر رمضان لا يلتزم ضابط الدين. مع شدة الحر شوف يخرج إلى العمل مع شدة الحر. ومرت عليكم أيام شهر رمضان في أوج الحر، شوف يلتزم ضابط الدين. يقولون الحجاج لعنه الله خرج ذات يوم للاصطياف بين مكة والمدينة، فوصل إلى منطقة فيها ماء وزروع، فأمر حاجبه أن يضع يحط الرحل. جلس التفت إليه قال انظر في الوادي هل يوجد أحد حتى يجي يتغدى وياه. يقول الحاجب مضيت تفحص لم أرى أحدا، صعدت الجبل وإذا براع نايم. يقول ضربته بمقدم رجلي فوتع، استيقظ من نومه. قلت له أجب الأمير. أقبل الراعي سلم على الحجاج قال لي اغسل يدك واجلس معي وتغذى وكل معي من هذا الغذاء. التفت إلى جواب الراعي قال له يا أمير لقد دعاني من هو خير منك فأجبت. تعجب الطاغية وإذا أكو واحد أفضل منه في العالم خير منه؟ قال ومن هو الذي هو خير مني ودعاك واستجبت له؟ قال هو الله سبحانه وتعالى. قال وإلى ما دعاك؟ قال دعاني إلى الصوم فأجبت. قال لي أفي هذا اليوم الحر الشديد شديد الحرارة؟ قال بلى أصوم هذا اليوم ليوم أشد منه حرا. قال لي افطر اليوم وصم غدا، قال بشرط أن تضمن لي الحياة إلى يوم غد. قال هذا ليس بيدي إنما الحياة بيد الله. قال أتدعوني ها أو أتأمرني أو أتدعوني إلى آجل ها إلى عاجل بآجل لست قادرا على ضمانه؟ ها قال لي أنا دعوتك لأن هذا الطعام طيب. فقال يا أمير لم تطيبه أنت ولم يطيبه الطباخ وإنما طيبته العافية. ولهذا فعلا حتى الطعام الطيب إذا ماكو صحة يتحول إلى مر. شاهد يقول له دعاني من هو خير منك فأجبته. فإذا الواقع الدين هو الذي يضبط الطباع وهو الذي يهذب الطباع. هذه الجهة الأولى في حديثنا. الجهة الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا هذا التعبير في القرآن؟ هذا تعبير يسمونه تشبيه، تشبيه كاف التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم. الفائدة من ذلك ما هي؟ أولا نوع من الترويض والتخفيف لكون الصوم يعتبر فيه مشقة، مشقة ترك للأكل وترك للشرب وكبح للغرائز، فلهذا أراد أن يروض القرآن الكريم ويخفف على نفوس المؤمنين. يقول لهم كما أن الله كتب عليكم الصيام كذلك كتبه على الأمم الذين من قبلكم. هذا رأيه. رأي آخر يقول لا، كأنما القرآن يريد يقول أكو وحدة وملاك بين صوم السابقين وبين صومنا، ملاك يجمع بين صومنا نحن الأمة الإسلامية وبين صوم الأمم السابقة، أمة موسى أمة عيسى أمة كذا. ها شنه الملاك اللي يجمع بين صومنا وبين صوم الأمم السابقة؟ هناك آراء. الرأي الأول
أن الملاك الذي يجمع بيننا وبين الأمم السابقة هو ملاك العدد، كما فرض علينا صيام شهر فرض على الأمم السابقة صيام شهر واحد. فإذا الواقع هو التشبيه بيننا وبين الأمم السابقة في الصيام، لأن صيامنا شهر واحد وصيام الأمم السابقة شهر واحد. زين، هنا قد يتساءل الحكمة من وراء هذا العدد، ليش ما صار الصيام 10 أيام؟ ليش صار 30 يوم؟ ليش ما صار 20 يوم مثلا؟ ليش ما صار أكثر من 30 يوم مثلا؟ الواقع العلماء لما يجون إلى المسألة يقولون أكو عندنا تعبديات وتوصليات. التعبديات ما تفسيرها؟ التعبديات لها تفسيران والتوصليات لها تفسيران. التفسير الأول أن المراد من التعبد ما يحتاج إلى نية القربة، عبادة هي التي تحتاج إلى نية القربة، الصلاة تحتاج إلى نية القربة، الصوم يحتاج إلى نية القربة، الحج يحتاج إلى نية القربة، الجهاد يحتاج إلى الجهاد هم عبادة يحتاج إلى نية القربة، الخمس يحتاج إلى نية القربة، الزكاة تحتاج إلى نية، إلى آخره. هذه عبادات تحتاج إلى نية القربة، يسمونها جانب تعبدي. أما التوصليات ما تحتاج إلى نية القربة، تطهير الثوب من النجاسة ما يحتاج إلى نية القربة، إزالة النجاسة تطهر الثوب خلاص ما تحتاج إلى نية القربة. نعم، لو أردت أن تحصل على ثواب أنت تطهر ثوبك وتقول أطهر ثوبي قربة إلى الله تعالى، تحصل أمرين: أولا تطهر الثوب من النجاسة، ثانيا تحصل على ثواب. هذا التفسير الأول. أكو تفسير ثاني للتعبدي وللتوصلي. التوصلي هو الذي نعرف حكمته، أما التعبدي فهو الذي لا نعرف حكمته، وإنما لأننا آمنا بالله الحكيم، والحكيم لا يأمر بشيء عبثا ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحة أو لمفسدة. يأمر بشيء لمصلحة، ينهى عن شيء لمفسدة، ترجع على من؟ ترجع على المكلفين. هذا يسمونه توصلي. أما التعبدي أنا لا أعرف مصلحته. نعم، لو جاءت بذلك رواية، لو كانت المصالح ظاهرة يصح لي أن أتساءل. أما ليش سووا 30 يوم اللي لازم نصوم شهر رمضان كله؟ ليش أصلي صلاة الصبح ركعتين؟ ليش الظهر 4؟ أنا لو أخذها عقلية كان أقول لا، صلاة الصبح لازم 4 تصير. ليش؟ لأن أنا توي قاعد من النوم، يصير لي حركات، ها؟ حركات رياضية، هاي الصلاة خليها نسميها رياضة، ها؟ ونصلي 4 ركعات أفضل من 2 ركعة حتى يكون تصير عندنا نوع من شنو؟ من تحريك العضلات. لا، ما نقدر ندخل العقل هنا. يقول هذا أمر إلهي، أمر إلهي، الصبح 2 ركعة. وفد واحد يقول هو ما يقعد لصلاة الصبح، يعني خاطب الله يقول والله اسقط عني صلاة الصبح، خليني أنام إلى أن تطلع الشمس، تالي شو تريد؟ 4 ركعات، 10 ركعات، 10 ركعات. إن الله سبحانه وتعالى ربط الفرائض بأوقاتها، فإذا كان له حق في النهار لا يقبله في الليل، وإذا كان له حق في الليل لا يقبله في الليل. أنا أؤمن أن من وراء ذلك حكمة، أؤمن أن من وراء ذلك مصلحة، لكن شنو المصلحة؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن لما تجي إلى هاي الحضارة الآن اللي احنا نشوفها قدامنا، تدري هاي الحضارة من أمس، يعني من قرن واحد؟ لا 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 لا، هذه الحضارة من أيام الإغريق، من أيام اليونان، إجت حضارة الهند، إجت الحضارة الإسلامية، إذا إجت الحضارة الفرنسية، إجت حضارة القرن 20، ها اتجمع هذا التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي وسوى لنا هذا التقدم. يعني تقدم مو مال قرن واحد، كل القرون ساهمت في هذا التقدم. وهل تعلم أن الإنسان لم يكتشف من الكون إلا 20%؟ خمس الكون، 4 الأخماس، 4 أخماس الكون ما مكتشف إلى الآن.
هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان حتى لو كان عبقريا وعنده طاقات بس بعد ما يقدر يعلم ملكوت السماوات والأرض. الإمام الصادق له كلمة لطيفة صلاه الله عليه، يقول يا ابن آدم لا تغتر، يا ابن آدم لو أكل قلبك طير، القلب المراد منه العقل المخ، لو أكل قلبك طير لما شبع، أتريد أن تعلم ملكوت السماوات والأرض؟ فإذا الإنسان مهما كان قاصر، إلا أن المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما الأمم السابقة شهر أنتم عليكم شهر. الشهر شنو هو؟ الشهر إنما يسمي شهرا لاشتهاره برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال قالوا هل شهر رمضان، وشهر رمضان توه اليوم الآن، نقول هل شهر رمضان، هذا شهر رمضان، مع العلم أنت يوم واحد فقط الآن اليوم الأول وتقول هذا شهر رمضان. هذا في اللغة العربية يسمونه إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن سبب تسمية الشهر بالشهر لاشتهاره بين الناس، وإذا خرج الهلال في أفق ولد في أفق يولد في الأفق الآخر علميا، لأن ثابت علميا، إذا ولد في أفق يوجد في أفق آخر. وهذه المشكلة الآن عند المسلمين ما محلولة مع الأسف، يعني الآن الميكروسكوب هم موجود، تتصور يعني الميكروسكوب لما واحد يشوف الهلال بالميكروسكوب يعني يشوف شيء غير موجود؟ لا، ما يصير، إذا ما موجود الهلال ما يشوفه، صحيح؟ حتى لو اتخذ إليه وسائل مترقية، وإنما الميكروسكوب يقرب البعيد ويوضح غير الجلي، يوضح ويقرب لا أكثر ولا أقل. وهي المسألة إلى الآن، حتى الآن الدول الإسلامية على شكل دول هسه، قد واحد يقول لي مثلا احنا نختلف على مستوى أفراد، لا لا، على شكل دول، لا، شوف دولة تعلن شهر رمضان يوم الأحد، دول أخرى تعلنه يوم الاثنين، وربما دول ثالثة هم تعلن يوم الثلاثاء. إلى الآن المسألة ما محلولة على مستوى الدول الإسلامية ولا على مستوى علماء الإسلام. صحيح هي جزئية، والجزئيات الجوانب الجزئية يجب أن لا تكون مدعى للتفرق، لا لا لا، سهي قد واحد يقول لي اختلاف رأي شرعي، واحد يقول بوحدة الأفق، واحد يقول باختلاف الأفق، نخلي الجانب الشرعي، بس حتى الاختلاف في الهلال يجب أن لا يكون ماذا؟ موضعا لتفريق الناس، لا يكون موضع لتفريق الناس. فإذا الرأي الأول المراد المشابهة بالعدد، الرأي الثاني المراد المشابهة في الحكمة، حكمة الصوم. احنا نعرف عادة أن الأحكام إلها حكم، إما أن تكون نفسية، روحية، اقتصادية إلى آخره، ومن جملة الحكم الحكم الصحية. الحكم الصحية شنو؟ هي قول النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصح، يقولون كأنما الذي يشترك فيه تشترك فيه الأمة الإسلامية مع الأمم السابقة أن الصوم حكمته الصحة. زين، هنا قد واحد يسأل يا شيخ إذا تقول أنت حكمة الصحة، احنا نشوف القرآن الكريم ها يقول ها فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض ما يجب عليه الصيام، بل لو صامه لارتكب محرما كما يقول الفقهاء ولم يجزه ويجب عليه القضاء. الواقع تشخيص الموضوع مو للفقيه، التفت أيها المؤمن،
تشخيص الموضوع يرجع إلى من؟ إلى الطبيب. الفقيه يقول لك الخمر حرام، أما هذا الذي أمامي خمرون أو مو خمر، أنا شنو الفقيه مو شغله، شغلك أنت شوف شنو هذا مكوناته، هذا مكوناته مسكرة فيحرم، مكوناته مو مسكرة لا يحرم. الفقيه يعطيك حكم، يعطيك موضوع، تشخيص الموضوع راجع إلى المكلف نفسه. لهذا شوف الفقهاء مثلا يقول لك إذا الطبيب الموثوق قال بأن الحامل المقرب إذا تصوم في شهر رمضان يتعسر ولادتها، أنا أقول للطبيب نعم. الفقيه يقول لك ماذا؟ يقول عليها، يجب عليها أن لا تصوم. المريض إذا كان مريضا، المرض يختلف، واحد إذا صام ازداد عليه مرضه، واحد إذا هذا ما يجب عليه الصوم، واحد إذا صام يتأخر شفاؤه، إذا يشفى بعد أسبوع، إذا صام يشفى بعد 10 أيام. يجي له الفقيه يقول له أنت افطر، ما دام شخص لك الطبيب بأن صيامك يستوجب تأخر شفائك، وإن كان الشفاء بيد الله لكن الطبيب يشخص الموضوع، وعلى الفقيه أن يعطي الحكم. زين، فإذا الموضوع أن الصوم شفاء وأن الصوم وقاية، بعضهم قال العلة شنو؟ العلة مو علة، هي حكمة. الحكمة واحدة في جميع أنواع الصوم سواء كان في السابق أو في اللاحق، وهذا لا يختلف من أمة إلى أمة، أمة عيسى، أمة موسى، أمة إبراهيم، أمة الأمم السابقة، والأمة الإسلامية واحدة في هذا الموضوع. إذن التشبيه بين الصوم في السابق واللاحق الوحدة، وحدة الحكم، وحدة الحكمة، وهي الصحة. الرأي الثالث لا، المراد كيفية الصوم. كيفية الصوم شنو يعني؟ يعني المفطرات. كيفية الصوم أن تمسك عن الأكل وعن الشرب وعن الجنس، هذه الثلاثة المشتركة كانت موجودة عندنا، موجودة عند الأمم السابقة، وموجودة في الإسلام. نعم، إلا أن النوع الثالث من الإمساك اللي هو الإمساك عن الملاقات الجنسية كانت في ذاك الزمان ليلا ونهارا، يعني 30 أو شهر واحد ما يجوز الملاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة حتى بالليل. في زمان رسول الله اشتكى بعض الشباب، قالوا احنا مشكلة هذه، بعضهم مثلا حديثي الزواج، اتزوج في شعبان وجلي شهر رمضان، خب النهار مثلا قول صايم، بالليل شلون؟ يمنع بعد من الملاقات الجنسية؟ فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل الأمين جبرائيل إكراما لأمة محمد بهذه الآية المباركة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا التشبيه بيننا وبين الأمم السابقة في المفطرات، يعني في كيفية الصوم، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في حديثنا أنواع الصوم، تقسيم، عندنا تقسيم شرعي، صوم الواجب شهر رمضان، صوم النذر، صوم العهد، صوم القضاء، هذه يسمونه صوم واجب. أكو عندنا صوم محرم، صوم العيدين، يوم العيدين، الفطر والأضحى ما يجوز الصيام فيهما، صوم الوصال أن يوصل الليل بالنهار ما يجوز، وعندنا الصوم المستحب يوم المبعث،
رجب شعبان رمضان يوم الاثنين والخميس الى اخره الموجوده في الكتب المعروفه يسمونها الصوم المستحب الصوم المباح. عندنا ان يصوم الانسان لاجل الرجيم، يعني يريد يخفف من وزنه، ما بمانع شكو به صوم مباح. اكو عندنا الصوم المكروه، الصوم المكروه أن تصوم صوما مستحبا ويدعوك المؤمن. افرض مثلا تروح أنت صائم صوم مستحب ويدعوك المؤمنون إلى ماذا؟ قاعدين عندهم جلسة، تفضلوا تغدى معانا. احنا شو تسوي؟ أنت صائم صوم مستحب وهذا يدعوك إلى الغذاء، يا هو أفضل تبقى على صيامك لو تستجيب إلى دعوة المؤمن. الاستجابة إلى دعوة المؤمن أفضل من الصيام المستحب. هذا التقسيم الشرعي. أكو عندنا تقسيم أخلاقي عرفاني، يقسم الصوم أهل العرفان والأخلاق في الإسلام إلى ثلاثة: صوم العوام، يسمونه الصوم العام. الصوم العام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأتم الصيام إلى الليل مع النية، هذا يسمونه الصوم العام، يشترك فيه جميع الصائمين من المسلمين في شرق الأرض وغربها. الصوم الثاني صوم الخواص. صوم الخواص صوم البطن وصوم الأعضاء. العين لا تنظر إلى ما حرم الله، الأذن لا تستمع إلى ما حرم الله، اللسان لا ينطق إلا بما أحله الله، هذا يسمونه صوم الخواص. النوع الثالث هو صوم خواص الخواص، أن يصوم بطنه وفرجه وأعضاؤه وجوارحه وجوانحه. شلون جوانحه؟ يعني القلب، أن لا يهم بمعصية. هذا الذي تترتب عليه، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله: الصوم جنة من النار. هذا اللي يثبت الإخلاص، اللي يثبت الإخلاص في قلب المؤمن. هذا الذي قال عنه الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجازي به. قد واحد يقول كل العبادات لله، الصلاة لله، الحج لله، الجهاد لله، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر لله، كيف صار الصوم؟ أولا لأن في الصوم كبحا للغرائز، أهم الغرائز أكل وشرب وجنس. ثانيا أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله. قد الواحد يشوفه قدامك صايم، لكن لما يروح قال يلا إيش لنا بهالحكي، مثل ذاك الذي جلده الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جلده 100 جلدة، يقول ما لنا ولهذا، ما لنا وللصوم. قدام الناس صايم، وإذا راح إلى البيت ها هتك حرمة شهر رمضان، هذا ما يقال له. الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه أحد إلا الله. فلهذا الله قال: وأنا أجازي به. أكو رواية لطيفة التفت إليها، ربما هذه ما طرقت سمعك أو طرقت سمعك ما أدري. أكو رواية تقرأ: وأنا أجزى به، مو أجزي به، أجزى به. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته يقول هاي الرواية شلون نفسرها؟ وأنا أجزى به، أنا أجازي به هو شيء طبيعي، كما يجازي على الصلاة، يجازي على الحج، يجازي على كذا، يجازي على الصوم، هذا شيء طبيعي. يقول لا، يقول الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: إن للصائمين المخلصين جنة خاصة بهم. عجيب، ما هي هذه الجنة؟ قال: تسمى بجنة لقاء الله.
هذه التي فاز بها الأنبياء والأولياء والأئمة وفاز بها إمامنا الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي الله جنة. هذه غير ذيك الجنة، الجنة التي تجري من تحتها الأنهار غير هذه الجنة. ادخلي في عبادي، شوف يعني العباد الخاصين بالله، وادخلي إلى جنة. أي جنة؟ جنة اللقاء، لأن الإمام الحسين صلوات الله عليه ضحى في سبيل الله بكل أولاده. أول ضحية قدمها الإمام الحسين فلذة كبده ها علي الأكبر، وقدم أفضل إخوانه وعلى رأسهم أبو الفضل العباس، وقدم أفضل أصحابه خيرة أصحابه وعلى رأسهم حبيب بن مظاهر، ولم يكتفي بذلك بل قدم أهله نساءه أطفاله بعد. ثم قال: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف، خذيني. يقول الراوي: سمعنا الحسين يقول وهو موجه بطرفه إلى السماء: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ثم صنع له وسادة من الرمل، ذلك الخد الذي كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا به يفترش ماذا رمضاء كربلاء، يضع ذلك الخد الشريف على التراب. ثم يقول: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، وتناهى إلي صوت الحورى زينب اتنادي: أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. نايم أخي شلون نومة، نايم نايم يا أبو علي نايم أخي شلون نوم، حر الشمس غير رسومه، إيه والله حر الشمس غير، يا خويا باش اضمك وين اوديك، يا خويا شلون اصد عنك واخليك واخليك واخليك، تراني تحيرت يا مهجتي بيك، يا خويا باش اضللك عن الحر. يا نور العين والله تحيرت بيك، نادت يا نور العين
كتبي تمنيت اجي يماك واشوف العلة البي ولو هدوا قلبي لفت قلبي وداوي واغسل جرح راسك يا اخويا اما دمع العهد ناديت وداوي وداوي يا اخويا انهدم صبري تضعضع وانهدم صبري وداوي وداوي لا مجروح حتى قعيد وداوي ولا غايب وقول أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم فرج عنا وعن المؤمنين في كل مكان فرجا عاجلا اللهم فرج عن المكروبين والمسجونين والمأسورين اللهم انصر عبادك الصالحين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين فجماعتي الحاضرين فردا فردا المؤسسون والمساهمون تقبل عملهم بأحسن قبولك وإلى أمواتهم وأمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والشهداء والسادات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.